فاصل الهلف واصل الهلف واصل الهلف واصل الهلف واصل. ها منطقة كله دفع الإتاوة. فين يا أحمد؟ فين عم رامي؟ ماتني قوم يا كله دفع الإتاوة؟ كله تمام يا برنس، مفيش غير حمادة لسه ما دفعش. حمادة ابن مديحة؟ ليه ان شاء الله؟ ماسك عليا فيلا؟ بص على وشي كده شكلي نانسي؟ وريني كده؟ ليه؟ امال ايه بقى ان شاء الله؟ ما دفعش ليه؟ ليلة اهله سودا. يلا بينا. يلا يلا سعيد. النبي ده اسمه كلام؟ استحمى انا ازاي في دش بالمنظر ده؟ صغير عليا جدا. ما انا عملاق اعمل ايه؟ انا كان المفروض اعيش في البلد كلها عمالقه عشان ابقى طبيعي. الناس فاكره العملاق ده سعيد، انا مش سعيد. اتفضل الحوض. كل شويه يعني لازم يتقطع مستي عشان لا ما يم... وبص بص النبي بص النبي بص البشكير بص في نظري قد ايه؟ بس هو بشكير. انا عملاق اعمل ايه؟ دي حاجه بقت تزهق اهو، كل ما المس حاجه تتكسر. مش معقول العملاقه اللي انا فيها دي. مش هاخد دش، مش يعني انا خايف اكسر الحمام. اهو لازم اوطي، لازم اوطي عشان عملاق. لا حول ولا قوه الا بالله. ازيك يا ام عامله ايه؟ بلا نيله بلا امك بلا زيف. انت مش ناوي تغير لنا العفش الصغير ده اللي مش على مقاسنا؟ يا اما العفش مش صغير، العفش طبيعي جدا، انت اللي عينك فيها مشكله. وبصراحه بقى انت مش عايزه تصدقي ان ابنك عملاق. عامل لك ايه؟ 100 مره يا اما 100 مره اقول لك بطلي الزيتون، ضغطك بيعلى. ده مش زيتون، ده بطيخه بطيخه. طب اعمل ايه؟ انا عملاق، انا شايفه زيتون. تصدقي ما تصدقيش عملاق. ولا حماده ولا حماده. والنبي يا ابني ما تروح له، ده راجل مفتري. سيبيني ياما بقى، سيبيني اخلص الحاره من شره. هو مفتري انا عملاق، صدقي بقى. حماده ولا حماده. والنبي يا ابني ما فيش الا انت يا ابني. مين؟ انا اللي هلف ياك. طب ممكن استأذنك يا معلم 10 دقايق اعمل 400 ضغط وانزل لك؟ هتنزل ولا اطلع لك؟ باب البيت ضيق عليك يا معلم. اديهوله. لا 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 يا معلم، تعبش نفسك، انا انزل لك على طول بسرعه. يا حاضر يا معلم. اعمل ايه؟ حبكت معايا موت النهارده. هو فعلا هيموت هيموت. لا انا هضربه بايدي، انا هضربه بايدي. عملاق ياما عملاق. دخلت مع عاطف. عاطف بيرجع، خلي حد يشده عشان لو فضل مدلدل هيفضل يرجع. مساء الخير يا معلم. ما تثبتنيش يا ما اقدرش يا معلم. ليه توا فين؟ سوري؟ الإتاوة يا معلم يعني المفروض بالعقد تاخدها من حد بيخش له على الأقل 7 جنيه في الأسبوع، لكن أقسم لك بالله أنا وأمي اللي قاعدة جوه ديت يعني بناكل بكر كلينكس. يعني مصدقني يا معلم صح؟ لا مش مصدقك. طب اعمل ايه؟ كده دي امور شحاته. لا لا اعوذ بالله. ليه؟ انا مش حاتش حاجه، انا بقول لك ظروف يعني. انت عارف يا دي اللي بيعصى اوامري؟ ها؟ عارف عارف يا معلم. عارف اللي بيعصى اوامري؟ عارف يا معلم. بيحصل له ايه يا عارف يا معلم؟ بسمع طول الوقت انت والجماعه دول بتحلقوا له شنبكم. الله. وكمان شنب عيره. بس ايه رايك؟ اكيد حقيقي صح ولا لا؟ حقيقي جدا. حقيقي خالص. ها؟ ولا ايه معلم؟ انت بتتوتر ليه فجأة معلم؟ ولا عشان انا بتحول. معلش معلش بتحول. لا ما تتحولش، ما تتحولش، انا خدامك يا معلم. اخرك معايا ايه؟ مش عارف اللي تأمر انت بيه، انا هعرف انا والاخر. انت مبرق ليه كده يا معلم؟ اعوذ بالله من غضب الله. ايه يا معلم اتكلم، انا قلبي هيقف. ما اشوفش وشك هنا تاني. امشي يا معلم اسيب الحاره. ما اشوفش وشك هنا ايه تاني. انا ليه في ذكريات؟ انصرف عني. حاضر مع السلامه يا عاطف. امشي حماده.
حماده حماده يا ابن انت اصحى يا حماده اصحى اصحى يا حماده نظر اسود اوعى تكون عفريت ايوه عفريت عايز مني ايه انا بعون الله اللي اديت الهلف من قوتي هسحبها منه واديها لك انت عشان انت طيب وابن حلال استنى استنى ما تفرطفليش طيب وابن حلال ايه انت تعال بس تعال انت اديت الهلف قوتك ده انت يا دوب بتشتغل بحجاره قلم انت بتتكلم بجد بس جرب جرب انت جن قديم في الشغلانه ولا لسه جديد لا قديم شوية. قديم قوي طب اتنططت شويه من جرب يا اختي جن يا اختي يا اختي لا 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 يا اختي يا عسل عسل انا هعمل اللي انت عايزه عشان حبيتك عايز نعمل ايه بس اسمعني حط ايدك في ايدي حاضر ومش هفكسك يلا اتنطط يا اختي بس 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 ايه يا فيقي؟ ما نفعتش القطاوة ليه يا؟ بص ياد في وشي كده انا الهلف يا ايه يا حارة؟ وزاد الهلف؟ الهلف امر مطاع ده هلف مين؟ مين؟ بخس عليك مش فاكرني يا هلف اللي ما عرفك يجهلك يا كبير معلش العتب على النظر معلش دقق كده مين؟ حمادة المعلم حمادة طبعا طبعا المعلم حمادة بس انا عايز اسألك سؤال انت ايه اللي عمل فيك كده وبقيت عملاق ومجانس وحاجات حلوة قوي انا طول عمري عملاق انتوا بس اللي مش مصدقين انتوا امي احب فيك الارادة يا كبير احب فيك الارادة بس انا عايز اعرف يعني انت حضرتك عايز ايه بالظبط عايزك ده انا جاي لك شخصيا انت والصيع اللي معاك صبياني عامل لك ايه صبياني ده هقطعهم لك هبهدلهم لك بس انا اطلب منك طلب صغنن صغنن جدا والله مش هكتر يعني نزلني انت بس وشوف انا هعمل لك فيهم ايه حلوه نزلني دي انا هنزلك انا 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 هنزلك عملاق ولا مش عملاق؟ عملاق عملاق ولا مش عملاق؟ عملاق 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 ولا مش عملاق؟ عملاق روح قول لهم ان انا عملاق عملاق يامه روح لهم قول لهم ان انا عملاق عملاق يامه عملاق 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 يا حماده يا حماده حبيبي حبيبي وحشتني شفت انا بيتعامل ازاي؟ يا